في كأس العالم هو أن أناحي لعب بشكل جيد جدا، وهذا وتلقيت الكثير من المكالمات من أندية ألمانية إسبانية وفرنسية. من العروض التي تلقيناها تتراوح ما بين 25 و35 مليون بالإضافة إلى مكافآت، فنحن سنختار النادي الذي يلبي مصالحنا ويحقق طموحات اللاعب. وهذه هل هناك عروض؟ لا، لم نتلقى عروض. فهناك ناديين أو ثلاثة لم مهتمون، ولكنهما لم يتواصلوا معنا بعد. وهناك أندية من الشرق الأوسط مهتمة، فالمستوى الذي أظهره في كأس العالم نتوقع أن تصلنا عروضا بشأنه.